فيما يخص الأمن القومي، الأمن القومي تاعنا بالطبع يعني راني عارف بلكم ساهرين صباح مساء، وراني عارف قوام المعركة، وشاكر كثير الوحدات، وشاكر الجولات اللي يقوم بها سيد الفريق الأول قائد أركان جيش الوطن الشعبي، ساهر على جاهزية الجيش لكل احتمالات لا قدر الله. قلت أنا بلي نحن ناس مسالمين، ولكن كاش لمن شاكر للتحضير نتاع الجيش نتاعنا كل وحدات، ولكن المحيط نتاعنا نجم نعتبره بحر هايج، حدودنا كلها تحت المجهر، زائد الأحداث، شيء أحداث يعني ما يجري في العالم، تصبح اللي يجري في العالم يأثر فينا احنا ويأثر في استقرارنا، وحامدين ربي وشاكرين ربي والرجال اللي سخرهم لهذه البلاد اللي خلاوا البلاد مستقرة، حدودها آمنة رغم ما يجري خارج حدودنا.